مصر طبعا دولة محورية جدا، وفي صراعات عالمية بين الدول العظمى. مصر بتبقى في موقف لا تحسد عليه، لأنه مش من المفروض إنها تاخد جانب تجاه دولة معينة مع دولة أخرى. إزاي مصر بتقدر توازن في دخولها في تلك الديسبيوتس أو الاختلافات ما بين الدول العظمى، أو اللي هي وصلت للحروب في الفترة الأخيرة؟ طبعا هناك قائمين على إدارة الموضوع سياسيا على رأسهم القيادة السياسية، وست الرئيس أساسا هو ضابط معلومات شاطر، وعندما يعرض عليه موضوع بيعتمد اعتماد كبير جدا على صدق المعلومة، ويجمع المعلومة من أكثر من اتجاه، وبناء عليها بيبقى قرار في نوع من القرار الاتزان، حتى لو حصل نوع من الاضطراب مؤقتا من بعض جهات معينة عايزة بتسعى أن يكون هناك اضطراب، بتصل إلى حقيقة الموقف والمعلومة تصل إليه من أكثر من جهة، وبناء عليه بيحدث هذا التوازن. يعني وكان هناك جس نبض في كذا موضوع كده، ولكن في النهاية هتلاقي قطعة الشطرنج مترتبة، مصر هي رمانة الميزان ومركز ثقل قطعة الشطرنج دائما بعد ما بيحصل نوع من الصراعات والادعاءات والشائعات والكلام ده، ننظر على قطعة الشطرنج في النهاية هتلاقيها مترتبة لصالح مصر. كلمة أخيرة للشباب ومستقبلين الأخبار الغير يعني verified، اللي هي ما تمش توثيقها، يعني تقول لهم إيه؟ أنا بوجه كلمة للشباب من هذا البرنامج، يجب أن احنا نتحرى الدقة تماما في استقبالنا لأي معلومة أو أي كلمة، وأنا دايما أقول إيه، لابد أن يكون عندك أنت حس أمني ذاتي، حتى لو كان هذا الحس الأمن الإلكتروني، لأن النهاردة من مجالات الأمن القومي مجال اقتصادي، مجال سياسي، مجال اجتماعي، مجال أمني وعسكري. أنا أضفت كلمة، نضيف المجال الإلكتروني جواه الأمن الذاتي الإلكتروني للشباب، يكون هو أمنه في تركيبته في السوفت وير بتاع الشباب بالكامل، عندهم الحس الأمني عندما يرى أو يسمع إشاعة المقصود بها عقول الشباب يتريس ويفلترها تماما ويتأكد من صحتها بعقله وروح المنطق، ويصل إلى حقيقة هذا الموقف ويتعامل معه.